واكيد الاحزاب اللي هي دايره حول الديمقراطيه اكيد هي معانا ودعم لنا اكيد. حميدتي من تاجر جمال في الصحراء الى قمه السلطه في السودان، اسئله كتير جدا بتدور في اذهان الجميع خاصه الأفارقة بعد التوتر الكبير اللي بنشوفه في السودان واللي بيزيد يوم بعد يوم بسبب النفوذ الغير مفهوم اللي ظهر بيه حميدتي وقدر من خلاله ينشر الخوف في السودان كلها. يا ترى مين هو حميدتي وإيه سر صعوده المفاجئ ده وإزاي قدر في وقت قليل جدا يبقى زعيم جماعة الجنجويد المسلحة؟ تعالوا نعرف مع بعض إيه هو سر حميدتي. الفريق أول السوداني محمد حمدان دقلو أو حميدتي قدر في وقت قليل جداً يتحول من تاجر جمال لزعيم جماعة الجنجويد المسلحة اللي أثارت الخوف في النفوس وسحقت التمرد في دارفور، علشان يبقى حميدتي هو تاني أقوى رجل في البلاد وأحد أثريائها. واللي ما يعرفش حميدتي عمل إيه في السودان، فهو كان ليه دور بارز جداً في السياسة المضطربة في السودان على مدى 10 سنين، ساعد خلالها في الإطاحة بالرئيس عمر البشير سنة 2019 مع إنهم كان بينهم علاقة قوية جداً، وبعدها قدر إنه يهدي الأوضاع وينهي احتجاجات السودانيين اللي كانوا بيدوروا على الديمقراطية. ورغم إن حميدتي كان تاجر جمال وحصل على قدر قليل من التعليم الأساسي، إلا إنه تولى عدد من أهم الحقائب الوزارية في السودان بعد الإطاحة بالبشير، منها الاقتصاد المنهار ومفاوضات السلام مع جماعات متمردة، لحد ما وصل إنه بقى نائب رئيس السودان، وده طبعاً لأنه كان طول الوقت بيستمد نفوذه من قوات الدعم السريع اللي كل المقاتلين فيها عندهم خبرة في حروب الصحراء في منطقة دارفور. لكن مشكلتهم الوحيدة إنهم ما عندهمش فكرة انضباط الجيش النظامي. حميدتي بقى شال السلاح أول مرة في منطقة غرب دارفور بعد ما قتل ناس هجموا قافلته التجارية وقتلوا 60 شخص من عيلته وكمان نهبوا الجمال. وده الكلام اللي قاله محمد سعد المساعد السابق لحميدتي، ولما انتشر الصراع في دارفور سنة 2003 بعد ما ثار متمردون معظمهم من غير العرب ضد الحكومة، شكل حميدتي ميليشيات موالية للحكومة من قبائل عربية وتعرفوا وقتها باسم الجنجويد، وبعدها اتحولت الجماعة دي لاسم قوات الدعم السريع الأكثر تنوعاً. الغريب بقى إن المحكمة الجنائية الدولية اتهمت البشير ومسؤولين تانيين بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وما وجهتش أي اتهام لحميدتي. ورغم الأزمات الاقتصادية اللي مرت بيها السودان في الفترة اللي فاتت، إلا إن حميدتي كان الوحيد اللي بيزيد في الغنى، وكشف عن سبب ده في مقابلة مع البي بي سي قال فيها إنه مش أول شخص يمتلك مناجم ذهب ومفيش أي سبب يمنعه من الشغل في الذهب، وده كان سر الغنى الفاحش اللي ظهر بيه حميدتي. أما بالنسبة لدوره في أزمات السودان الأخيرة فده ظهر بشكل واضح بعد ما دعم البشير وشارك في الإطاحة بحليفه القديم، وبعد عزل البشير ما ضيعش حميدتي الوقت ورسم مستقبل السودان اللي حكموا قادة عسكريين استولوا على السلطة وخطط ليصبح الرجل الأول في السودان، وده اللي لسه بيسعى ليه تاجر الجمال السابق. وكان واضح جدا لما الجيش السوداني حذر من خطر وقوع مواجهة بعد تحركات جماعة حميدتي شبه العسكرية، وده حصل فعلا لما الدنيا اتقلبت في السودان بسبب المواجهات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اللي بيقودها حميدتي. انت قول لنا ايه رأيك في الصعود السريع لحميدتي وازاي قدر يتحول من تاجر جمال لرجل بكل النفوذ ده؟